مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. النهاردة إن شاء الله في حلقتنا هنتكلم على محورين، أكيد كلنا منتظرين وكلنا بنقول يا رب ساعة ونص من دلوقتي وإن شاء الله تنطلق مباراة نصف النهائي بين منتخبنا والمنتخب الكاميروني في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا. كل التوفيق للمنتخب. لكن كمان عندنا على الجانب الآخر نادينا العظيم النادي الأهلي، ويعني وجوده في أبو ظبي طبعا لبداية انطلاقة كأس العالم للأندية بداية إن شاء الله من يوم السبت القادم، وكل التمنيات رغم الظروف الصعبة جدا جدا اللي بيمر بيها نادينا من غيابات كثيرة جدا على مستوى اللعيبة الدوليين، كمان على مستوى الإصابات، كمان على مستوى التحضير، ولاد صغيرين ما عندهمش خبرات كبيرة، لكن يبقى أولا وأخيرا شعار النادي الأهلي اللي ولادنا متعلمين وهم صغيرين إزاي يحافظوا على هذا الشعار وإزاي يقاتلوا من أجل هذا الشعار